فرح الهادي تتحدث عن والدها حيث أنها لا تلتقي بوالدها منذ 18 عام. فرح عندما كانت تبلغ من العمر 5 سنوات انفصل والدها عن والدتها وقامت والدتها بتربيتها فلا ترى والدها منذ ذلك الحين. وعندما وصلتها صورة لوالدها وهي معه ولا ترى هذه الصورة من قبل ومن بعدها عرفت أن والدها ما زال موجود. 2017 شفت رسالة على الدايركت، طبعا من بعد انقطاع التواصل تماما من وانا عمري 5 سنين، ما شفت أبوي أبدا ولا عندي رقمه ولا أعرف عنه معلومات. وصلني مسج على الدايركت إن بس لأن تقريبا 18 سنة أنا ما أدري عن أبوي، وشي صدق إنه فيلم. وصلني مسج صورة لي أنا وأنا ياهل مع أبوي، وأنا هالصورة مو شايفتها ولا مرة بحياتي، وحتى أمي تقول إن هالصورة من وين جت. كان أتواصل معهم قالوا إن إحنا عيال عمك ونصير لك، وهذه الصورة موجودة عندنا، وأبوك موجود بالكويت وقاعد، يعني كان في تفاصيل قالوا لي عنها. وبعدها رحنا أنا وشوق وشفناه، وكان شيء أحس إنه ما كنا مصدقين. وكان للأسف كان وضعه الصحي مو أوكي. فقد انتقد كثيرا فرح في تصريحاتها ويتتحدث عن والدها، حيث قالت أنها كانت تعيش مع والدها وتستمد منه القوة، فكيف كان هذا وهي كانت تبلغ من العمر 5 سنوات؟ عشت مع أبوي، وأبوي كان يعطيني القوة بحياتي، أثر علي أن أنا أخاف أعطي كل اللي فيني وأتعلق وأحب، بعدها أفقد هذا الشيء يروح مني. والدتك كانت أوكي أنك ترجع تشوفي أبوك؟ ما كان أمي راحت له، أمي راحت له، يعني إحنا رحنا له تقريبا 2 أو 3 مرات شفناه، وأمي راحت له. بالعكس يعني أمي هم هو كان فيه يعني انفصلوا عن بعض، بس أمي حيث قامت مي العيدان بالتعليق على تصريحات فرح الهادي ويتحكي عن والدها وتقول وين اللي طلعت عندي بالبرنامج 2018، وتقول إن هي يتيمة وأبوي مو موجود، وشنو كل فترة سالفة وفيلم إحنا مفروض نصدق. أنا مسامحتها من زمان وللحين أحبها، وللحين إذا أتذكرها أبكي. ف بس إن شاء الله يا رب يعني ترجع يعني تكون صحتها أحسن ويرجع يكون في تواصل يمكن أكبر. أخ يا مهيرة ليش بطلت هالموضوع؟ أنا والله أنا كان سؤال جدا عابر الصراحة، يعني أنا أم سوري والله أبدا، يعني ما كان في سوري أني بكيتك، والله أبدا ما كان على بالي أنه أصلا هذه المواضيع كلها صايرة يعني وايد. لا هي تفاصيل وايد يعني أكثر من كذي. وتحدثت أيضا فرح الهادي عن جنسية والدها وأنه أصله عراقي من البدو. أبوي أصله عراقي، فهو الحين قاعد عند يدتي في العراق، وهو بدون مادة 17.